بغيت شي طاجين ديال الحجل بالفجل. المطبخ بلا ما نطبخو، علاش؟ لان غنتكلموا على واحد الخضره معروفه وما كطيبش. اليوم الموضوع ديالنا غنتكلموا على الفجل الرومي ولا البلدي. الاصل ديال الفجل راه ما معروف، كيقولوا بانه هو بان في الشرق الاوسط، وكاين اللي كيقول بانه بان جنوب شرق اسيا، غير هو اللي معروف انه كان كيتقدم كغذاء بالنسبه للناس اللي كيبنيو الاهرام. اذا كان قبل من الاهرام. نتكلموا على الكلمه بالفرنسيه كيتسمى لو غادي، لان اخذوه من اللغه اللاتينيه، كان كيسميو غاديكس يعني لي غاسين يعني الجذور. اما بالعربيه شنو كتعني كلمه فجل؟ فجل فيها جوج ديال الشروحات. كاين اللي كيقول بان فجل يعني باللغه العربيه عريض، لان الفجل وغادي نشوفوه كان عريض. وكاين اللي كيقول فجل من اللغه العربيه يعني شديد السواد، وغادي نشوفوا علاش. نشوفوا في الصوره، لان الفجل هذا بصراحه ما كنعرفوش اللون ديالو شديد السواد كيف قلنا، لان علاش ولا كحل؟ لانه هو تزرع في واحد التربه النسبه فيها عاليه ديال الكبريت، الكبريت هو اللي غيوردو كحل. غيتغير ليه اللون من الكحل ويولي ما بين ابيض ووردي، لان غنزرعوه في تربه اللي النسبه ديال الكبريت ناقصه فيها. نتكلموا على الالوان ديال الفجل، وفي العالم غنتكلموا على اربعه ديال الالوان: الفجل الابيض، الفجل الكحل، الفجل الوردي، والفجل الاحمر. اما اللي غنتكلموا على الفجل اللي كاين في المغرب، غادي نتكلموا على جوج ديال الانواع اللي معروفين، اللي هو الفجل الرومي اللي كاين في هذا الشكل، والفجل البلدي. دابا غنتكلموا على النبته اللي عطاتنا الفجل. الطول ديال هذه النبته ما بين 5 سنتيمتر حتى 7 سنتيمتر، الوريقات ديالها خضرين، وهي راها كتنبت تحت الارض، يعني الوريقات هما اللي كيخرجوا والفجله هي اللي كتكبر تحت الارض بحال الشكل ديال البطاطا. حاجه مهمه، ملي كنزرعوا الفجل 5 ديال الاسابيع 5 ديال السيمانات كافيين، والغله ها هي واجده. اخر حاجه، الموضوع ديالنا كان الفجل، بغينا نتكلموا على الفوائد ديالو، راها كثيره، ولكن غنبينوا بان راه فيه الفيتامين سي حتى هو، ماشي غير الليمون. ايوا هادشي كله اللي قلناه راه غير باش تستهلك الفجل حار شويه، عرفت؟ وبلا ما تهلك.